تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس من توقيف 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و 32 سنة مع حجز ما يلي: زورق مطاطي، محرك نوع ياماها، مضختي هواء تستعمل في نفخ الزورق، 11 دلو سعة 20 لتر معبى بالبنزين أي ما يعادل 220 لتر، 11 حقيبة تظهر زائد 10 سطر نجاة بوصلة ومبلغ مالي قدره 110 أورو بالإضافة إلى هواتف نقلة. سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية عند انتهاء الإجراءات القانونية.